دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله الثانيه بدور المجموعات من البطوله العربيه للانديه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط هتغلق باب استقبال الأفلام المشاركة بالمسابقات المختلفة للدورة 39 والمقرر انعقادها في الفترة من 3 ل 8 أكتوبر. النهاردة هتطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وده بمشاركة حوالي 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلين عن 66 رابطة وجالية للمصريين بالخارج. النهاردة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هتفتح باب الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، ويستمر الحجز وتقديم الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل، ويتم الإعلان عن المستبعدين في 29 أغسطس. النهاردة العشاء الكرة العربية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية. هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع الوحدة الإماراتي الساعة 4 العصر، وفي 6 مساء هيلتقي الزمالك مع اتحاد الشباب السعودي، وفي 8 مساء هيلتقي الكويت الكويتي مع الرجاء المغربي، وفي 10 هيلتقي النصر السعودي مع اتحاد المينستير.